حديثة تتوج تتويج جديد ينضف لها، تتوج بالمرتبة الأولى كأفضل جمعية متطوعة رائدة في العالم العربي. ضيفتنا هي رئيسة الجمعية ياسمين السكري، مش أول مرة تكون معنا على ياسمين تلفام. ياسمين صباح النور. صباح النور ليك لكل المستمعين، كل عام وانتم حيين بخير. عايشة كنتي باللمثل، كل عام وانتي حيا بخير. مبروك عليكم التتويج، أفضل جمعية في العالم العربي. نحكيه على جمعية تكنولوجيا التربية الحديثة، تحكي لنا على التتويج هذية ولا تحب تعرفنا مرة أخرى بالجمعية؟ ميسالش هي الجمعية تنسية تكنولوجيا التربية الحديثة، تأسست 2018، من وقتها هي تعمل في تونس وفي العالم العربي. عنا توجهات سواء للمعلمين، سواء الإطار التربوي، سواء للتلامذة، سواء للأولياء. الحمد لله بعد مسيرة 4 سنوات تحصلنا على قلادة مؤسسة أمير بن محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية بإحدى مبادراتنا، وهي مبادرة رمضان بنكهة بلد العربي. ما شاء الله، معناها هذو مزوز تتويجات. أي الحمد لله، وباش يتم تكريمنا في جميع الدول العربية في مصر. وقتاش هذا؟ إن شاء الله آخر شهر هذا الحفلة، المفروض الدعوة وصلت لنا نهار 31 جانفي. معناها باش تاخذوا الجوائز متاعكم إن شاء الله في مصر في الحفلة هذه. أي في الحفل هذا. أي إن شاء الله. ما نظنش جاي من فراغ تتويج كيما هذا. بطبيعة أكيد، معناها راو أنه الجمعية ناشطة، تخدم برشا حاجات، برشا مبادرات، برشا أعمال تطوعية خاصة. أي صحيح، احنا كجمعية نعمل في برشا مبادرات، فما مبادرات موجهة للإطار التربوي، الهدف منها كما يدل اسمنا محو الأمية الرقمية، يعني احنا الهدف متاعنا المساهمة في توظيف التكنولوجيا بطريقة فعالة في القسم. عندنا برشا مبادرات في هذا الخصوص، وكلها أغلبها معناتها كلها مجانية، وحتى اللي ما ينجمش يجينا احنا نتنقلوا له الولايات متاعه أو نعملوا عن بعد. وعندنا مبادرات للتلامذة، يقولوا التلامذة والناشئة، الهدف منا أول حاجة هي التربية على المواطنة وتوجيههم في كيفية اعتماد التكنولوجيا. وقت اللي دخلنا، وقت اللي أطلقت الاتحاد العربي للتطوع أطلق هذه الجائزة وهذه المسابقة في النسخة الرابعة سنام، احنا قعدنا حائلين، إما نشاركوا في باب بتاع محو الأمية الرقمية، يا إما نساهموا في باب اللي هو المحافظة على التراث والهوية الإسلامية. فكان رهاننا أنه ندخلوا في الباب الثاني اللي هو المحافظة على التراث والهوية العربية. علاش اخترتوا هذا بالذات؟ والله كان عندنا شوام بين الاثنين، يا نخدموا حاجة يعني نوثقوا خدمتنا الموجهة للمعلمين، يا خدمتنا الموجهة للتلامذة. فخيرنا أنه نشاركوا بتلامذتنا كانت تونس كانت العام، باش أخذ الهدف متاعنا أنه نخرج بطفل قائد عربي قائد. رهنتوا على التلميذ التونسي معناها؟ رهنا عليه. ونحب نعرف بالمبادرة رمضان بنكهة بلد العربي، انطلقنا فيها سنة 2021 النسخة الأولى، 2022 نسخة ثانية. الهدف منها ضرورة التعريف والتحسيس بقيمة الموروث التاريخي والثقافي والمحافظة عليه من التلف والتشويه من خلال التعبير عن عادات وتقاليد المجتمع كل بلد. نذكروا في رمضان سنة 2021 المدارس سكرت في تونس شهر كامل وقتها فما كورونا. احنا شو عملنا كجمعية؟ حلينا مدرسة افتراضية، كل يوم كنا نقدمه في 4 دروس اونلاين جراتوي، ودخلوا معنا مئات التلامذة من تونس باش كملنا لهم البرنامج. عملتوا دروس عن بعد عملنا دروس عن بعد، قلنا قراية قراية قراية، هو في داره مسكر عليه ياسر عليه. فخممنا انه في الليل نعملوا لهم امسيات تظاهرات لغرس العادات والتقاليد والتعريف بها في الولايات التونسية. فكانت أمسيات جبنا إعلاميين حقيقة تطوعوا، أسادة مسرح وممثلين مشهورين، وراوا التلامذة كيفاش يعملوا تقنية الروبورتاج، روبورتاج اللي يحكيوا فيهم على ولاياتهم. وبعد ما تعرفوا كيفاش يعملوا إما تقنية الفيلم بورتابل أو تقنية الروبورتاج أو ألعاب البرمجة، البرمجة بسكاتش. من بعد ما رافقناهم السير في شهر، قلنا لهم هيا توا عندكم في يدكم مدة، عملونا روبورتاجات على الولايات متاعكم التونسية أو العربية، حتى توانسة في خارج تونس، وحكي لنا على نهار في رمضان كيفاش تقضيه، واعطيني العادات اللي تميز الولاية التونسية اللي أنت عايش فيها أو البلد العربي باش نتعرف عليهم، أو أعمل لعبة
بالبرمجة على العادات والتقاليد. الحمد لله نجحت النسخة الأولى وعملنا حفل تتويج كبير، ونجحت النسخة الثانية اللي كانت يمكن حتى أكثر أنشطة من النسخة الأولى، خاصة اللي وزير التربية دعمنا دعم كامل. أول مرة يمكن يصير في الوطن العربي في العالم أنه وزير يسهر من داره ثلاثة سوايع خلال أول ليلة في رمضان. سهر معنا الوزير ثلاثة سوايع أونلاين، شاف الكلام ذا شو أنجو عملاوي وعرفوه على أنجتهم، وهو اللي أطلق النسخة الثانية. وكيف كيف سيد الوزير حرصت أنه يكون حاضر في الاختتام أي في حفل التتويج، هذيك حد الحقيقة عطات للبقية وعطات قوة كبيرة. ومواصلين إن شاء الله، معنا ننتظر نسخة أخرى من المبادرة هذه. إن شاء الله مواصلين في النسخة الثالثة تقريبا، هبطوها إن شاء الله. تخيبيا إن شاء الله كل النجاح والتوفيق، مش حاجة غريبة عليكم كجمعية الحقيقة، وإلا حتى في شخص رئيس الجمعية، لأنك تحصل زادة على أحسن معلم في العالم من خلال هالمبادرات هذه، معنا زادة مش من فراغ. مش من فراغ، الحمد لله تحصلت على اللقب بوقتها. تصور لي التدريس عن طريق الكتب الناطقة والواقع المعزز. وقداش مهم معنا أنه توا نحكيه على تكنولوجيا التربية الحديثة، ونحكيه على التربية الحديثة، ونبعدوا على مفهوم التربية والتعليم بك المفهوم النمطي وكنا مفهوم التقليدي والصبورة وهي صحيح مهمة وصحيح باهية وناجعة، لكن فما حاجات اليوم ما أهم. فما تكنولوجيا توا، فما براءات اختراع، فما من عرشنا ديجيتاليزاسيون اليوم هي معناها اللي تحكم في واقعنا. معناها لازم اليوم تلميذ من اللي يقرأ في الابتدائي يبدأ على علم بالشيء هذا، بالتطور هذا. صحيح، وحبيت بالمناسبة نحكي على مبادرة توقعت عام الساعة الجمعية انطلقت الساعة يوم 7 أكتوبر، هي مبادرة المعلم المبدأ. هي عبارة على مجموعة ورشات متتالية ومتكاملة أونلاين كلها بمعدل ورشتين كل أسبوع. الهدف منها الخروج بمعلم قادر على تقديم درس كامل رقمي من الانطلاقة، مثلا من البداية من التهيئة حتى للتقييم يكون تقييمات أونلاين. ومش فقط يحضر ورشة، لا، كل ورشة يحضرها مطالب بالمعلم أنه يعمل عليها تقييم باش يمر للمرحلة اللي من بعد. والمبادرة ككل باش تنتهي بتقييم، مثلا عملنا مشروع بالشفت الكل معنا وان شاء الله هنهبطوا الوقت قريب. تو تعدينا المرحله الاولى اللي هما سيفاول ورشات اونلاين والتقييمات مفاول كلهم. تو قاعدين نشوفوا شكون اللي واكب الكل، شكون معناتها باش نعملوا احصاءات نتاعنا باش نعلنوا تو على على النصف الاختبار النهائي اللي باش يكون فما فائز معناها من بعد. باش يكون فما برشا فائزين على فكره. المبادره هذه 950 معلم من تونس ومن خارج تونس. ما شاء الله ما شاء الله، رقم كبير. باهي، ونشوفوا بعد شكون المعلم المبدع فاش يتمثل الابداع نتاعو بيان سور. مدام ياسمين يعطيك الصحة، شكرا ليك على مداخلتك معنا، ان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك وللجمعية، جمعية تكنولوجيا التربية الحديثة، بعد ما توجت بالحقيقة تتويج به برشا المرتبة الأولى كأفضل جمعية متطوعة رائدة في العالم العربي، وتحصلت زادة على قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية. ان شاء الله كل النجاح والتوفيق للجمعية جمعية ولمختلف الأعضاء اللي مشاركين فيها، ورئيس الجمعية ياسمين الساكلي كانت هي ضيفتنا في ضيف الماتينال. ضيف الماتينال. ضيف الماتينال.